كل متابعينا الكرام على بوبير ميديا، معاكم نورهان جمال من محافظة الإسماعيلية. النهاردة يعني عندنا بطلة، نقول بطلة من حديد، بطلة الأزمات، ملهمة لغيرها من ذوي الاحتياجات الخاصة. سهام كانت مجرد طفلة بتلعب لحد سن 10 سنوات، وقدرت يعني ببراءتها تعيش حياتها وطفولتها في سن صغير. ولكن يعني نقدر نقول بسبب مدرسة اتسببت في ان هي قعدت على كرسي باقي حياتها. سهام ما وقفتش حياتها على الكرسي، كملت حياتها الطبيعية زيها زي أي بنت، وقدرت تتحدى كل ظروف حياتها. قدرت تجمع شتات نفسها مع أهلها، قدرت إن هي تكمل زوجية، لأن هي كمان حققت بطولة العالم في رفع الأثقال، يعني كأس العالم. أهلا بيك. أهلا بيكي، أهلا وسهلا بحضرتك. انتي بطلة من نوع خاص، يعني مش عارفة، بطلة التحدي. بطلة التحدي. يعني أنا عايزة أقول لك بطلة، يعني لا استحالة، يعني في لو في حاجة أكتر من كلمة بطلة هقول لك عليها. سهام، انتي واجهتي صعوبات جدا في طفولتك، اتسببت في أزمة كبيرة في حياتك، ولكن ما وقفتيش عندها. أنا عايزة أعرف قصة سهام. الأول مرحب بيك ومرحب بحبايبي كلهم اللي بيشوفوني دلوقتي، يا رب ما تحرم منكم أبدا يا رب. أنا قصتي كنت طفلة عندي 10 سنين، ماشي. كنت عارفة بقى الطفولة وجمالها وشقوتها وانطلاقها يتحول في لحظة، ما بين لحظة وبين التانية، إلى سراب. لأ، انا كنت عندي 10 سنين وداخله الصف الثالث الابتدائي. دخلت اتعرضت لضرب من المدرسه بتاعتي، مد على رجليا الاثنين، ادى الى انحباس الدم في رجليا، وبعد كده قلب بغرغرينا، وبعد كده الدكتور امر بالبتر للرجلين الاثنين فوق الركبه بسبب الضرب. يعني بسبب طب الضرب، ضربتك ليه اصلا؟ علشان كنت انا من يعني كان في اول اسبوع في الصف الدراسي، وكانوا بينظموا الفصول، فانا كنت في فصل غير فصلي. خدوني قالوا لا ده مش فصلك، فصلك اللي هنا. ودخلت الفصل، المدرسه قالت لي فين الواجب، قلت لها انا ما اعرفش الواجب لان انا جديده في الفصل. قالت لي وانا ماليش دعوه، اطلعي اقلعي سوري الحذاء بتاعك، ومدتني على رجلي. ده مد. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ بعد كده قعدت ابكي طول اليوم طبعا، زعلانه على نفسي ان انا اول مره اتضرب واتهنت. اهلي عملوا ايه وقتها؟ طبعا اهلي، انا كنت رايحه البيت وكنت خايفه اقول لهم ان انا اتضربت، لان ما فيش حاجه اسمها اتضرب، يعني انا ما عملتش حاجه اصلا. المهم انا لما تاني يوم ما بتصحيني عشان اروح المدرسه، كانت رجليا احمرت جدا وورمت قوي، ما كنتش قادره احطها بقى على الارض، كنت عماله اعيط واصرخ منها لان كانت سخنه جدا وكانت وجعاني قوي. بتقول لي مالك في ايه، فاضطريت ان انا اقول لها ان المدرسه ضربتني امبارح على رجليا. وكان 10 سنين صح؟ بعد القرار الرهيب اللي احنا سمعناه ومنع الضرب في المدارس والكلام ده كله. أياميها الوزير أمر بمنع الضرب في المدارس، لأن أهلي عملوا ضجة جامدة واشتكوا في القسم، اشتكوا في الوزارة، عملوا مواويل جامدة أوي. المدرسة طبعا عقابها كان إنها اترفدت من المدرسة ومن أي جهة حكومية أو جهة خاصة، ده كان عقابها. بس فأنا طلعت بقى من العملية، ورغم إن العملية كانت نسبة نجاحها مش معدل 5%، لأن أنا خالص أنا كنت ضايعة طفلة يتعمل لها بتر رجليها الاتنين، كانتش هتستحمل. الدكتور قال مد بابا الإقرار، وقالوا إن هي احتمال 90% إنها ما تطلعش من العمليات. بس كان لازم، قالوا لو هو الامل 1% هندخلها وهنعمل اللي علينا، اللي ربنا يريد بيه بقى يكون، بس احنا هنعمل اللي علينا.
وربنا كتب لي عمر جديد وطلعت وعشت والحمد لله. طبعا لما طلعت لقيت نفسي بقى كده فعلا انا زعلت على نفسي جدا وتأثرت قوي قوي قوي. لكن بعد فترة وجيزة من خروجي من المستشفى وانا قاعدة بقى في البيت كده لقيت زي ماما بتخدمني، مش عارفة مين بإخواتي بيخدموني، ما تقبلتش الوضع بقى. خدت قرار بيني وبين نفسي ان انا زي ما رضيت بقضاء ربنا سبحانه وتعالى ان انا لازم اعتمد على نفسي اعتماد كلي. حلوة أوي. لازم اعتمد على نفسي، ما استسلمش للقعدة دي، ما استسلمش ان انا اقعد على كرسي ده يخدمني وده يوديني ويجيبني، لا. بدأت ان انا احارب بقى مع نفسي، ازاي اقعد وازاي ادخل الحمام، ازاي اعمل شغل البيت مع ماما، رغم انها كانت دايما يا بنتي اقعدي، اقول لها لا انا عايزه اعمل، كنت بقاوح مش عارفة واضحه، تحسي بالعجز. لا كنت معترض عن العجز ده، مش حباه، فلازم فكرة اعمل. ان هم يحبوكي، بصي هم كانوا بيحاولوا يساعدوكي بس انت وقتها ان انت عاجزة فانت كنت رافضة الاحساس ده. وفي مقابل ذلك بقيت ان انا احارب بقى، ان انا اعمل ازاي واشتغل ازاي، اكل ازاي، اروح واجي كده ازاي، اطلع على السرير ازاي، اطلع على الكرسي ازاي. علمت نفسي، بقيت وقع واتعور واتكسرت ودراعي اتكسر، يعني كنت بطلع مره على الكرسي بتاعي دراعي وقعت على دراعي اتكسر واتجبست، قعدت فيه حوالي 45 يوم في الجبس يعني، بس برضو رجعت وبعد ما فكيت برضو بقيت اقاوح، والحمد لله علمت نفسي كل حاجة وكبرت فكرتي لعبة رفع الأثقال ليه؟ عشان فيها قوة وتحدي أكتر، وأنا بموت في التحدي. حبيت التحدي. بحب التحدي من صغري، وأنا بحب التحدي. لا ما هو يعني وانت عندك 10 سنين تتحدي كل ده، لا ما انت بطلة من صغرك بقى. الحمد لله الحمد لله. يعني كلمينا بقى عن دور الأهل وازاي شاركتي واستعديتي لبطولة العالم او كأس العالم. دور اهلي ان هم كانوا في البدايه في رفع الاثقال كانوا خايفين عليا جدا، لان اصاباتها كتير، لعبه عنيفه لعبه قويه، فقالوا لي بلاش دي، تختاري اي لعبه تانية. قلت لهم لا انا حبيت رفع الاثقال وانا عايزه، يا بنتي قلت لهم لا انا حبيتها ولازم اكمل فيها. لما بقيت اول بطوله وجبت مركز تاني، وتاني بطوله جبت مركز اول، تالت بطوله جبت مركز تاني، كده فضلت بقى ايه البطولات تتوالى. بداوا يشجعوني بقى، يفرحوا بيا قوي، وقالوا لي انت ملكيش حل، انت انت عناديه وملكيش حل، وما بتعوزي حاجه بتعمليها فعلا. حكاية بقى يعني انت على اخر دقيقة ما كنتيش هتعرفي تشاركي وشاركتي وقدرتي تجيبي التالت، ازاي؟ يا تعبي، لان انا تعبت فعلا، تعبت جدا، وتمنيت البطوله ديت، تمنيتها قوي، وكنت كانت املي فيها جامد. انا كنت في البطوله ديت رايحه العب وداخله بقى، وكان خلاص داخله ميعاد اللعب، ودخلت اتصلت تشيك لو مش هيكوا على الملابس، عشان بعد الملابس هنخش على التسخين، بعد كده ندخل على اللعب. في الملابس بقى بصيت لقيت الحكام قالوا لي لا المايو مرفوض، اتصدمت يعني ايه، قالوا لا غير مطابق، لازم المايو مواصفات 1 2 3. طب اعمل ايه، اجيب مايو منين، ما بقتش عارفه. وانا جوه ابني معايا، الحقني يا محمود، جري بره بقى يسال اللعيبه بره ويسال الدنيا، وبقى يجري لغايه ما لقى هو والكابتن طلعت لقوا لي المايو، يعني استلفوا لي مايو من لاعب تاني وجابوه لي. كنت في اخر دقيقه خلاص هينده على اسمي في العد التنازلي، وانا عماله البس وخلاص متوتره، واسخن شويه اقوم البس شويه اسخن شويه واقلق شويه، لغايه ما ندهوا على اسمي اخر دقيقه. كنت انا ومحمود بيلبسني، يعني انا بلبس وهو بيلبس معايا، خلاص يعني يا هلعب يا مش هلعب. فعلى اخر دقيقه الحمد لله كنت على المسرح بلعب اول محاوله ليا، وكانت محاوله ناجحه والحمد لله الحمد لله. احكيلك بقى كان ايه مع اول محاولة. انا وناجحه كنت عايزه نازله طايره من الفرح، وكنت مبسوطه وفرحانه جدا ان ربنا ما ضيعش تعبي، الحمد لله. الله، انت كان معاكي كام دولة مشاركة؟ 34. 34. نافستي 34 دولة. لا انا ما نافستش شهر ال 34 كلهم، انا نافست اللي في الميزان بتوعي بس. اللي في الميزان.
بس هم كلهم الحمد لله مشاركين في مهنة دول كل كلهم كانوا ال 34 مشاركين طبعا، ايوه كلهم ما شاء مشاركين. الله 34 دولة كله مشاركة. مشاركة. الحمد لله. يعني انا يعني مش عارفة اقول لك ايه. بس يعني انا ما غلطتش ان انا بقول ان انت بطلة من حديد. سهام الف الف مبروك. يا رب ما تكونش المشاركة الأولى، تبقى يعني في مشاركات تانية جاية. نبارك لك في البطولة الجاية، بس نكون بقى مش برونزية، تبقى ذهبية بإذن الله. إن شاء الله اعملي حسابك بقى على مليون مواصفات. خلاص. وألف ألف مبروك، وكل الشكر والتقدير لأهلك وولادك الداعمين ليكي، وكابتن طلعت طبعا ما ننساهوش اللي كان داعم لكل واحدة فيكم من يعني ذوي الاحتياجات، والكابتن بتاعكم بتواجهوا صعوبة حتى في التمرين، لأن طبعا النادي بيبقى ليه مواعيد معينة في الفتح، فإنك تتحدي وتروحي خاص وتروحي هنا وهنا وتقاومي ظروف الحياة. فربنا يعينك يا رب. استضافتك لينا في بيتك، حبينا نكون معاكي في البيت، بيتك الخاص، المعيشة بتاعتك وحياتك الشخصية. بنشكرك وبنشكر أهلك وبنشكر كل الناس بصراحة، يعني اللي دعمتك. صعب جدا في الحياة انك تكوني عندك أزمة وتلاقي اللي يسندك لحد الآخر ما يزهقش. الحمد لله. وسندي ربنا يبارك فيهم ويخليهم لي يا رب. يحفظك ليهم ويحفظهم ليكي. بنشكركم وبنشكر كل متابعينا الكرام على بوبير ميديا. كان معاكم نورهان جمال من محافظة الإسماعيلية. بتمنى يعني من الجميع أو من الأهالي اللي عندهم دايما يعني بنت أو ولد لهم ظروف خاصة، شجعوهم على الرياضة، شجعوهم يتحدوا نفسهم وظروف حياتهم. اوعوا تقفلوا الباب عليهم، اوعوا تخلوهم من كتر الخوف زي القطة اللي أكلت عيالها. ما تعملوش زي اللي هي يعني نقدر نقول اللي انتوا الباب الحاجز ما بينهم وبين الحياة. سيبوهم واطلقوا عنانهم للحياة وهم هيلاقوا طريقهم ويعتمدوا على نفسهم. لو عشت لهم النهاردة مش هتعيش لهم بكرة. حلو جدا ان كل واحد يسلك طريقه. كلنا عندنا ال 24 قيراط، وكل واحد فينا ناقص له حاجة من ال 24 قيراط مكملها في غيره. بنشكركم وبنشكر كل متابعينا الكرام. كان معاكم نورهان جمال من محافظة الإسماعيلية.